ملك يخطط أن يتواصل ملكه عبر ولده، رزق في هذه الأيام طفلا لم يكن عنده من ولد سابقا، ورزق في هذه الأيام طفلا، فبدأ الملك يخطط بجد لهذا الطفل الذي لا يعي شيئا، طفل في قماطه، لا زال رضيعا في أيامه الأولى، في أسبوعه الأول، والملك يخطط تمام التخطيط، وخلال سنة هيأ كل شيء، هيأ كل شيء لولده، إذا ما صار في سن الرجال فإنه سيكون حاكما لهذه البلاد. وبدأت الرعاية والتدريب والتعليم والتربية لهذا الطفل لإعداده أن يكون ملكا، لتجهيزه أن يكون حاكما في قادم الأيام. هناك وعاءان، هناك مكانان، هناك وعاء اشتغل عليه الملك، الملك الكبير الأب، فهيأ كل شيء لحكومة ولده، وكل شيء قد جمع، القوانين، الدساتير، الوثائق الرسمية، الأموال، المستشارين، هيأ كل شيء، حتى قد هيأ المكان الذي سيعيش فيه، واختار له زوجته من الآن. قطعا اختار له زوجته من الآن، أقصد من أنه اختار له زوجة من أي عائلة ستكون، لا أتحدث عن بنت بعينها، وربما شخص بنتا بعينها. هيأ كل شيء، هذا وعاء جمعت فيه كل التفاصيل، وليس للزمان من سلطة على تلك التفاصيل، فإن الزمان هنا كأنه صار جزءا من التفاصيل. بينما ما يجري على هذا الطفل في عملية التدريب والتربية والتعليم والتهيئة والإعداد يجري عليه بشكل تكون المجريات جزءا من الزمان، لأنه محكوم بالزمان، فلا يمكن أن تكون كل الأشياء التي هيئت بين يدي هذا الطفل مرة واحدة، لابد أن يتدرج شيئا فشيئا حتى يصل إلى المكان الذي يكون فيه قادرا على أن يحكم البلاد. فهناك وعاءان، هناك وعاء هيأه الملك الأب، كان الزمان فيه جزءا من الحدث، لأن الملك قد طوى الزمان. حين أقول قد طوى الزمان فإنه قد خطط لأن يكون ولده ملكا في سن العشرين مثلا، فإنه قد خطط أن يكون ولده ملكا في سن العشرين،
وهو إلى الآن في أيامه الأولى لم يكن قد تجاوز السنة الأولى، إلا أن الملك الأب طوى الزمان، لم يكن ناظرا إلى الزمان، وإنما كان ناظرا إلى الأحداث، إلى التفاصيل، فهيأ كل شيء. هذا وعاء. الأمثلة تقريبية تقرب من وجه وتبعد من وجوه، أتمنى أن تنظروا إلى الجهة المقربة فقط. هذه أمثلة قاصرة ناقصة، لكنني أريد أن أوضح لكم المطلب، فماذا أفعل؟ فأحتاج إلى هذه الأمثلة. بينما الوعاء الثاني، المكان الثاني بالنسبة لابن الملك، إنه يتدرج شيئا فشيئا بحسب الزمان، ولا يدري ماذا قد هيأ له أبوه، لازال طفلا يدربونه بحسب عمره، فهو لا يعلم ماذا قد هيأ له أبوه. الحكاية هي هي. البرنامج الكلي عند محمد وآل محمد في وعاء الوعي الرباني، وما يكون عند الأنبياء فإنه في وعاء آخر، وهو في وعاء الوعي الإنساني. وقد مرت علينا التفاصيل في الرجعة من أن الله قد أخذ الميثاق على الأنبياء طرا وعلى أوصيائهم، أخذ الميثاق عليهم جميعا في أن ينصروا محمدا وعليا، في أن ينصروا القائم صلوات الله وسلامه عليه، لأن الأنبياء طرا سيكونون موجودين في عصر الرجعة العظيمة. مر هذا الكلام علينا. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم المقصود من أن الله سبحانه وتعالى أبى إلا أن تجري سنن الأنبياء في قائم آل محمد صلوات الله عليه. هذه بيانات من الإمام المعصوم في مستوى المدارات، لأن الثقافة الأعرابية في مرحلة التنزيل كانت تنظر إلى الأنبياء وكأنهم بمنزلة محمد صلى الله عليه وآله، بل في كثير من الأحيان كان النبي يستدل على ولايته وعلى فضله بآيات من القرآن تحدثنا عن ولاية وفضل نبي من الأنبياء. والأعراب كانوا من الصحابة يقيسون ذلك على رسول الله. انتقلت هذه الثقافة الأعرابية إلى الواقع الشيعي، لأن مراجع النجف حبسوا أنفسهم في تلك الثقافة الأعرابية. بينما إذا أردنا أن نعود إلى قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم، لوجدنا أنه لا وجه للمقايسة بين الأنبياء طرا وبين محمد صلى الله عليه وآله، لا وجه للمقايسة أبدا أبدا. حين نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم، كل الأنبياء يذلون لهم،
كل الأنبياء في مقام المذلة بين أيديهم وذل كل شيء لكم. كل الأنبياء راجعون إليهم، إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. وهذا الإياب وهذا الحساب ليس محصورا في نقطة معينة في مقام معين، هذا في كل مراتب الوجود في كل طبقات التحقق في كل مدارج ومراتب وعاء الوعي الرباني. ماذا أقول لكم؟ المطالب واسعة مفصلة والوقت يجري سريعا، نذهب إلى فاصل.